إبراهيم سعفان صديق الرؤساء الذي تعرض لأقصى أزمة قد يمر بها إنسان في حياته وفضله على السندريلا. ولد إبراهيم سعفان عام 1928 بمدينة شبين الكوم بالمنوفية. كان إبراهيم سعفان زميل دراسة في المرحلة الابتدائية طيلة 6 سنوات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. درس إبراهيم سعفان في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر، وكانت هذه رغبة والده، وهناك كان زميل دراسة للرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين. ويحكى أنهم في نهاية السبعينات وفي إحدى زيارات الرئيس بومدين لمصر، طلب من الرئيس السادات أن يلتقي بالفنان إبراهيم سعفان زميل الدراسة القديم، وبالفعل تمت هذه المقابلة بتنسيق من الإعلامي وجد الحكيم. تعرض إبراهيم سعفان لأزمة قاسية حينما توفي 4 أبناء له في 4 أعوام متتالية، 3 أولاد وبنت. كان المرض الذي أصابهم نفس المرض، وهو مرض الجفاف الشديد، وحينما أنجب فتاة بعدهم سماها رضا، ولم يكن يريد أن ينجب ثانية، ولكن رزقه الله بعد الرضا ب4 أبناء ليصير لديه 5 أبناء. كان إبراهيم سعفان أستاذا للغة العربية، ولذلك طلب منه المخرج عبد الرحمن الخميسي أن يعلم سعاد حسني عام 1958 القراءة والكتابة، وكانت في عمر 15 قبل فيلم حسن ونعيمة. توفي إبراهيم سعفان عام 1982 بدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تصويره لأحد المسلسلات، وكان يعاني من مرض القلب فلم يحتمل ضغط التصوير، وتوفي في عمر 54.